شروط حفظ اللحوم في فصل الصيف المتزامن مع شهر رمضان يشكل نقطة جوهرية لسلامة صحة المستهلك، خاصة مع تزايد الطلب على هذه المادة. السلام عليكم. وصلح رقبة. لمعاينة مدى احترام التجار لشروط حفظ اللحوم، رافقنا أعوان مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالعاصمة في خرجة ميدانية إلى سوق فرحة بوسعد. هذا الجزار كان من بين الذين لم يحترموا شروط التبريد، فالفرق واضح بين درجة الحرارة المفروض توفرها وبين ما هو أمامنا، ليتم تحرير استدعاء للمعني بالأمر حتى تتخذ ضده التدابير القانونية اللازمة. في حالة ما إذا كان المادة كانت المادة الغذائية المتمثلة في اللحم غير مطابقة من حيث شروط الحفظ، نقوم نحن مفتشين قمع الغش والرقابة باستدعاء المعني لتحرير محضر معينة ضد هذه المخالفة. والأجل باش يتقرب للمصلحة تاعكم؟ في أقرب الأجل غدا إن شاء الله. هي حالة لا تقصي نماذج أخرى احترمت شروط حفظ اللحوم رغم وجود بعض الهفوات من قبل التاجر. هنا العرض نتاع اللحوم الحمراء، ايوا هنايا مولا طومبيراتير، هنا رفدناها صبناها شويه طالعه، ماشي حاجه بزاف، ممكن راهي في الساس كما راكم تلاحظوا هنا 16 درجه فوق الصفر، لكن السلعه هذه ما تنساش بلي جديده جات استنوا فواري باج، ورانا مع الصباح ممكن راهي الساعه ممكن 9 ونص 11 صباح والله، هما فيان دو دانستالي لور برودوي، تسمى هذا وين قاموا بالعرض نتاعهم تاع البرودوي تاعهم في المبرد هذا، يبقى فقط فيه بعض النقائص مثلا فيما يخص الطريقه تاع التخزين لهنا كيفاش راهم ستوكي، يدير مثلا يدير هذه سي دي بارتي، هذه فوق هذه، دونك هي ما لازمش تكون وحده فوق وحده، سون بيش ان بي لا تمبيراتور، هذه هي اللي تخلي لا تمبيراتور شويه تطلع. شحال لازم تكون لا تمبيراتور هنا؟ هنا لازم تكون اونتر 0 و 4 ميم جوسكا 6 دوغري، معليش باسكو علاش هي شاك فوا يفتح. دونك شاك فوا يفتحوا منا تخرج هذيك البروده هذيك تخرج. بائعو الدواجن لم يستثنوا من الخرجه التفتيشيه، فزياده على درجه الحراره العاليه في احد مبردات هذا المحل، نجد أن شروط النظافة أصلاً غير محترمة، والصورة أصدق تعبير. علاش ما تنقي؟ هذه أنا حاجة تاع يدك، ما درتكش على الصبيغة، الصبيغة تقدر تحول ومنها مع الوقت تتواسي، نعطيوك وقت، بصح تخلي هكذا وتحط الدجاج بالطريقة هذه في فريكو هكذا، راك فيها دون زان مارشي لا يبارك لا سونتر دا كابيتال، مارشي لوكس ما شاء الله. جينا تنفتحوا ما بورتون جامي استكار. هي عينة تبرز مدى الوعي بالمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها التاجر، فصحة المستهلك لا ثمن لها.